أجت الألفين وعشرين، أجت الألفين وعشرين، وبعده الجار بخون بجاره، بيوكل حقه بينهش عرضه وبيطخ على داره. أجت الألفين وعشرين، أجت الألفين وعشرين، وبطل الوالد يمون على بنته وأهل داره. كل واحد حر، كل واحد حر وماشي على رايه، ويا دوب بتعرف أخباره. أجت الألفين وعشرين والطلاق كثر، ويا بي ما أعظم أضراره. الأسر انهدمت والأولاد تشتتت، وبالآخر بجاوبك قدر الله اختاره. أجت الألفين وعشرين والربا تفشى، وما ضل حدا ما طاله تمويل وكرود وسوق سودا، وخدمات كثرت تجاره. أجت الألفين وعشرين، أجت الألفين وعشرين، البيت انعدمت فيه الخصوصية وانفضحت كل أسراره. فيسبوك وإنستغرام وستاتوس والتيك توك اللي فضح كل شي وجاب قراره. أجت الألفين وعشرين بالخيانة الزوجية، لو نبلش نكتب بتنطق الأقلام. كل يوم بتسمع قصة إشي لا بخطر على بال ولا حتى بالأحلام. أجت 2020 وما حدا راضي بنصيبه، ومعظمنا عايش بالأوهام، متعلقين بحلقة أو مسلسل أو مقطع خيالي شفناه بأحد الأفلام. أجت 2020 والعيشة صارت بتخوف، وعن حالتنا كتب بتألف، كله مش راضي ومتأفف، طخ وكتل وكبيرنا بعده متكتف. أجت الألفين وعشرين والغير مصيبتها مصيبة، وأحوال الشباب صارت عجيبة. الشاطر اللي حامل سلاحه ومعربد وطالع فيها زعيم كتيبة. أجت الألفين وعشرين والحياة انعدم، والعفة اختفت والاختلاط صار عادي، كذب وفساد ولوث وغش ونميمة، وبالآخر بيقول لك استغفر الله الهادي. وبالنهاية الأمل بعده موجود، ربنا غفور ودود. يا رب تصلح أحوالنا، والخير بأمتنا يكثر ويعود، والخير بأمتنا يكثر ويعود.